السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ أشخاص كتيرة جدا سألتني السؤال ده الفترة الأخيرة، أو مش سؤال، هما سؤالين في سؤال. ليه لغات البرمجة مهمة للهاكرز والسايبر سيكوريتي؟ بلس ايه أفضل لغات البرمجة المستخدمة فيهم؟ بالنسبة للجزء الأول من السؤال، فلغات البرمجة أنت كسايبر سيكوريتي لازم تكون فاهم برمجة كويس عشان تعرف ازاي الهاكر اخترق النظام ده وتبدأ تعالجه. فعشان كده لازم كل من الهاكر والسايبر سيكوريتي يكون فاهمين البرمجة كويس عشان يلعبوا بعض بمعنى الكلمة يعني. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، فاحنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن افضل لغات البرمجة المستخدمة في الاسكال هاكينج، وهسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن. بالنسبة لافضل لغات البرمجة المستخدمة في السايبر سيكوريتي فاحنا هنناقشها في الفيديو ده. لكن قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، انزل اشترك في القناه، ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. ولو في موضوع معين احنا نتكلم عنه فسيب الكومنت تحت الفيديو، ولا بنبدا الفيديو بتاعنا. يلا بينا بقى نتعرف على اللغات اللي معانا. واول لغه معانا وهي لغه جافا. زي ما انتم عارفين لغه جافا بتستخدم على نطاق واسع في برمجه وتطوير تطبيقات المحمول، بلس اكتر من 3 بليون محمول مبني على نظام الاندرويد المبني على لغه جافا. عشان كده هي لغه شائعه عند الهاكرز اللي بيدوروا على نقاط ضعف في الموبايلات. ولغه جافا بتستخدم اكتر لانشاء شبكات الروبوت واداه سيركت الهويه، وبتستخدم برضه في برامج الاسكال هاكينج. بيستخدموا الهاكرز لغه جافا عشان يقدروا يبعتوا رسائل من هواتف المخترقين او يبتزوهم او لاي غرض تاني. تاني لغه معانا وهي لغه بايثون. زي ما انتم عارفين لغه بايثون لغه سهله التعلم، اي حد لسه داخل مجال برمجه يقدر يتعلمها بسهوله، بلس بقى ان هي ليها شعبيه كبيره في الفتره الحاليه والهاكرز معظمهم بيستخدموها حاليا. لغه بايثون الهاكرز بيستخدموها علشان يكتبوا البرامج المفيرسه ولعمليات الاستغلال، والاستخدام المتكرر للغه بايثون داخل الشبكات فده بيخليها خيار اول للهاكرز. وبما ان لغه بايثون بتشتغل على معظم انظمه التشغيل، بلس لغه بايثون بتوفر مديولز جاهزه للوصول لانظمه التشغيل وعناوين الاي بي، فالمخترق بيفضل يستخدمها. وبسبب الكوميونتي الكبير للغه بايثون فده بيسهل اكتر على الهاكر، اللي هو لو هو بيعمل حاجه معينه وحاجه وقفت قدامه فيقدر يسال اي حد من الكوميونتي او اي بروجرامر ويساعده فيها ويكمل اللي هو بيعمله. تالت لغه معانا وهي لغه SQL. لغة SQL بنستخدمها عشان نبرمج بيها قواعد البيانات. قواعد البيانات دي اللي احنا بنسجل فيها البيانات بتاعت المستخدمين، البيانات بتاعت الشركة، بتاعت مؤسسة وهكذا. المهم الهاكرز بيقوموا مشغلين حاجة اسمها حقن سيكوال على قاعدة البيانات اللي هي سيكوال بتاعتها. بعد حقن سيكوال ده بيقدروا اللي هم يوصلوا للبيانات بتاعت الداتابيس. فكده خطر، انت كسايبر سيكوريتي في شركة حصل عليك هجمة او حقن سيكوال وانت مش متعلم لغة سيكوال، يكاد يكون مستحيل انك تقدر توقف الهجوم ده، وبالتالي هيحصل خسائر والهاكرز هيقدروا يوصلوا للبيانات بتاعت الشركة او المؤسسة اللي انت شغال فيها. فلازم انت كسايبر سيكوريتي تكون متعلم كويس جدا لغة SQL عشان تقدر تمانج او تقدر توقف هجوم زي ده. رابع لغة معانا وهي لغة PHP. لغة PHP مستخدمة في برمجة وتطوير مواقع الويب، وهي لغة من جانب الخادم سيرفر سايد. الهاكرز بيفضلوا ان هم يتعلموا لغة PHP لان معظم المواقع الموجودة حاليا مبنية على لغة PHP، فبالتالي عشان يختاروا موقع معين لازم يتعلموا PHP عشان يبدأوا يشوفوا ثغرة في الموقع ويبدأوا يختاروا الموقع عن طريقه. فلازم انت كسايبر سيكوريتي تكون فاهم PHP كويس عشان لو حصل اي هجمات على الموقع او اي ثغرة حصلت تبدأ تعالجها عشان تمنع الهاكرز من اختراق الموقع. خامس لغة معانا والاخيرة وهي لغة جافا سكريبت. لغة جافا سكريبت تسمح لنا احنا كمبرمجين ان احنا نضيف عناصر او تفاصيل تفاعلية او متحركة لصفحات الويب الخاصة بينا. ونظرا ان مفيش موقع حاليا ما بيستخدمش لغة جافا سكريبت، فبتستخدم كتير جدا في اختراق المواقع. ونود جي اس المبني على لغة جافا سكريبت واللي بتستخدم في برمجة الباك اند، ده فتح باب اكبر للاستغلال والاختراق. لغه جافا سكريبت لغه مهمه جدا للسايبر سيكوريتي ولازم يفهمها كويس عشان 60% او 70% من اختراق المواقع بيبقى عن طريقها. وبس يا سيدي، دول افضل 5 لغات مستخدمه في السايبر سيكوريتي. يا رب الفيديو يكون عجبك، ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو وسيب رايك في كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.